هلو جريت فورد، فرشت تير. النهارده سنة رابعة هناخد يونت 2 ليسون 4. النهارده شباب هناخد حاجة اسمها making yes or no question in the past simple. هناخد حاجة اسمها تكوين السؤال بتاع yes or no في الباست simple في الماضي البسيط. بيبقى عبارة عن ايه ده يا سنة رابعة؟ هيبقى أداة الاستفهام اللي عندي did plus subject plus verb infinitive. يعني ايه verb infinitive؟ يعني في المصدر، يعني من غير أي إضافات، يعني هتبقى did زائد الفاعل زائد الفعل في الانفينيتيف في المصدر. طب مش هيجي لي ازاي في الامتحان السؤال ده؟ هيجي يقول لك ري رايت ميك كويشنز. نمبر 1 يس اي ميد ماي بيد. ايوه انا رتبت سرير. هيجي يقول لك استخدم ديد. طيب ما دام هنا عندك ميد يبقى ده في زمان الماضي، يبقى انا هستخدم ايه؟ ديد. برافو. طيب تعالى كده مع بعض، انا اول حاجه هشيلها هشيل ايه؟ يس yes. برافو. هقول ديد. طيب الاي دي هتبقى ايه يا سنه رابعه؟ برافو يا سنه رابعه يو. طب احنا اتفقنا ديد بلس سبجكت بلس فيرب انفينيتيف. طب ميد دي المصدر بتاعها ايه؟ ميك. برافو يا سنه رابعه، هتبقى ديد يو ميك يور بيت. تعالى مع بعض كده سنه رابعه ناخد سؤال تاني. نمبر 2 نو اي ديدنت كاتش فيش. لا انا ما اصطدتش سمك. هيجي يقول لك استخدم ديد. طيب مين يحل معايا بقى؟ برافو يا سنه رابعه، هشيل نو. برافو. هشيل ايه تاني من الاجابه؟ برافو يا سنه رابعه، هشيل ديدنت. اكسلنت. طب انا هحط ايه؟ ديد. طيب الاي هتبقى يو. طب كاتش هنا هي اصلا في الانفينيتيف، يبقى انا هنزلها زي ما هي في الانفينيتيف، يبقى هقول ديد يو كاتش فيش واحط علامه الاستفهام. طب حد بقى يحل معايا نمبر 3؟ ها برافو يا سنه رابعه سامعاكوا. نو رامي ديدنت جو تو ذا بارك. لا رامي ما راحش للحديقه. طب عايزك تستخدم ديد. ها مين يجاوب؟ برافو انا سامعاكوا اهو. برافو. هشيل نو وهشيل ايه تاني؟ هشيل ديدنت. برافو يا سنه رابعه. هقول ايه بقى؟ ديد. ها فين السبجكت عندك؟ رامي. وبعد كده هنزل جو تو ذا بارك. برافو يا سنه رابعه، حط علامه الاستفهام. اكسلنت. هجيلك بقى سنة رابعة بسؤال تاني على هيئة طريقة تانية. هيجي يقول لك answer. answer يعني أجب، يعني جاوب. هيجي يقول لك number one did you write a letter؟ هل كتبت خطاب؟ letter بمعنى خطاب. هقول له yes، يبقى هجاوب أقول إيه؟ yes I did. برافو يا سنة رابعة. تاني كده مع بعض did you write a letter؟ الإجابة مكتوب لك بره yes، هقول إيه؟ yes I did. برافو يا سنة رابعة. excellent. نمبر 2 did the boys read new books؟ هل الاولاد قرأوا كتب جديده؟ هيجي يقول لك نو. الاجابه بره نو. هقول ايه؟ نو. طيب هعمل ايه بقى يا سنه رابعه؟ هقول the boys او they، الاثنين صح. هقول نو they didn't read new books. برافو يا سنه رابعه. يلا مين يحل بقى معايا نمبر 3 did the girls cook the lunch؟ هل البنات طبخوا الغداء؟ بره كاتب لك يس، يبقى هقول يس the girls did. برافو. ممكن احط the girls ممكن احط they، الاثنين صح. اقول يس the girls did. عندك طريقه ثانيه في الاسئله اسمها underline the correct word، هتختار الاجابه الصحيحه من اللي بين الاقواس. طيب نمبر 1 do or does or did you write your homework؟ الاجابه عندك no I didn't write it. ها مين يجاوب بقى معايا؟ برافو يا سنه رابعه. برافو، ما دام في ديدنت يبقى السؤال كان اصلا بايه؟ بديد. برافو يا سنه رابعه. نمبر 2 did your mother cooked or cooking or cook؟ الاجابه عندي yes she cooked it. يبقى عندك ايه؟ هختار ايه؟ برافو cook. طب ليه؟ عشان احنا قلنا did plus subject plus verb infinitive. يعني ايه في infinitive؟ يعني في المصدر من غير اي اضافات، يبقى الاجابه هنا هتبقى did your mother cook. برافو يا سنه رابعه. اكسلنت، ممتازين.